أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، هو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلينا. شيخي الكريم، هل يجوز عمل يعني الإنسان أن يعمل مفردات مرتب أقل من الواقع الحقيقي، يعني ولو كان مثلا يحصل على 2000 أو 3 يزيد أو يقل للحصول على بطاقة تموين، لأن الشرط ألا يزيد الراتب عن 2000 أو 1200 جنيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأقول ابتداء للأخ السائل مع التسليم بأنه حتى الألف ومئتين وأكثر من الألف ومئتين، يعني 1500 و2000 راتب للموظف لا تصلح ولا تكفي للمعيشة، لأنه يدفع يعني ما يقارب نصف هذا المرتب في إيجار سكنه وكهربائه ومائه وغازه وتليفونه. وبالتالي الشرط نفسه في منتهى الإجحاف وفي منتهى الظلم للمواطن، أن يكون الشرط أن يكون أقل من 1200 حتى يحصل على بطاقة تموين. لكن مع هذا الظلم والإجحاف والتضييق على العباد، ليس معنى ذلك أنه يباح لي أن أحتال بغير الوسيلة المشروعة للحصول على التموين أو البطاقة، لأن الشروط المانح وهو الدولة في هذا المقام اشترطت هذا الشرط المجحف الظالم المضيق على العباد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فلا يجوز أن أدلس ولا يجوز أن أكذب من باب أولى وأخبر بخلاف الواقع أن المرتب أقل من 1200 حتى أحصل، بينما هو في الواقع أكثر من 1200، مع التسليم والتأكيد للمرة الثالثة أن الشرط في حد ذاته في غاية الإجحاف، لأنه لا 1200 تكفي ولا حتى 2000 تكفي الموظف في هذه الأيام في ظل ما نعيشه من غلاء أسعار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ كريم. أستاذ أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بيك. عاوز أعرف حكم دخول المرأة الحائض المسجد. حاضر. كمان سؤال، إيه حكم الختان المرأة؟ مع العلم ان انا ماشي في 20، فعايز اعرف حلال اعمله ولا ما ينفعش. حاضر، جزاكم الله خير. وياك يا اختنا. الاستاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. بس بدي الشيخ سؤال بعد اذنك. ايوه نعم تفضل. رجل توفي وترك منزل 4 ادوار، الابن الاكبر ساعد وزوجه في بناء شقته، والابن الثاني ساعد وزوجه في بناء شقته، الصغير لم يساعد، ليس عندهم مقدار المال ليساعد والده في بناء شقته، ولكن كل واحد متزوج في شقته، والوالده تسكن في الدور الارضي، والابن الصغير اشتركت ارض 100 متر وامه ساعدته بنصف ثمن الارض، يعني هنا الارض كانت 100 متر وساعدته ب 13000، نصف هي 28000، ساعدته ب 13000، وورثت ميراث من فبنت الاخ الاكبر والثاني كل واحد منهم شقه في نفس المنزل.
والشقه اللي هي في الارض اللي انا كده انا كده اتلخبطت معاك يا استاذ محمد. احسن خليه يكتب. انا كده اتلخبطت معاك. يعني انا عرفت ان البيت اربع ادوار وانهم اربع ابناء وان في اثنين بنوا في الشقه ساعد والدهم واثنين ما ساعدوش وكلهم عايشين في البيت. نعم الثلاثه كل واحد في شقه. نعم والاخت متزوجه خارج المنزل. تمام. والام ساعدت الاصغر بانها ادته 13,000 في شراء ارض. تمام. السؤال ايه بقى؟ السؤال يعني هي لما ورثت ميراث من اهلها وبنت يعني الشقه اللي هي شمت فيها حوالي تقدر ب 50,000 في كل شقه اللي هي سامت فيها في انشائها الزياده في اللي كانت اربع ادوار لكن بنت شقه لكل الاخ الاكبر. لا كده الفتوى ملخبطه معايا فمعلش اكتبها وابعتها على الصفحه احسن يا اما صفحه القناه قناه الندى يا اما برنامج اهل البيت. بس هل انت بتعيذنك بس سؤالي هل يجوز ان تكتب مثلا الميراث للاولاد في حياتها؟ طيب لو الجزئيه دي واضحه. نعم حاضر. في امان الله يا استاذ محمد. من معنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. بقول لك يا استاذ احمد انا سالتك العصر كده على موضوع صلاه العصر ساعه لما كنت محسوب. العصر انا بقول الجامع أيوة. ما كانش فيه دوره ميه. الجامع انا دخلته ما كانش فيه دوره ميه. ايوه المسجد ما كانش فيه دوره مياه. انت ما قلتش بقى انت ما قلتش النقطه دي للشيخ اسامه. طيب. بس انت وانا سالتك انت ما كنتش محصور يعني وما فكرتش في الامر ولم تدفع الامر. ايه؟ طب ماشي. طب ما ايه طب افرض انت كنت اساسا محصور وما كانش في دوره ميه. طب انا بعتذر لك يا استاذنا. حاضر حاضر ماشي حاجة. سامحني لله. لا لا مش عايزك تبقى زعلان. لا انا مش زعلان انا بحبك في الله والله العظيم. احبك الله دي احببتنا فيه. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم الاستاذه اسماء. حكم دخول الحائض إلى المسجد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا أسماء بارك الله فيها هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم فقد ذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم إلى منع المرأة الحائض من دخول المسجد والمكث فيه لكن بعض المحققين من أهل العلم قالوا بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لكنها عند الصلاة تعتزل صحن الصلاة أو مكان الصلاة وتجلس في مؤخرة الصفوف وقد استدلوا على ذلك ببعض الآثار والأدلة منها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله عنها أن تأتي له بالخمرة من المسجد والخمرة هي فرشة الصلاة أو الفرشة التي نصلي عليها فقالت يا رسول الله إني حائض يعني تحرجت من دخول المسجد لكونها حائضا رضي الله عنها فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك. واستدلوا أيضا بحديث أم عطية رضي الله عنها وهو وارد في صلوات العيد في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ثم قال عليه الصلاة والسلام والرواية في صحيح البخاري وليجلسن في مؤخرة الصفوف يعني عند إقامة صلاة العيد تجلس الحيض في خلف الصفوف معنى ذلك أنه هو أباح لها أن تجلس في المكان الذي نصلي فيه وأن تسمع الذكر وأن تشهد دعوة المسلمين وأن تشهد التكبير وأن تكبر وأن 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 لكنها فقط عند الصلاة لكونها ممنوعة من الصلاة تعتزل المصلى فالمرأة الحائض إذا احتاجت أن تدخل المسجد لدرس علم أو لحفظ قرآن أو تحفيظ قرآن فعليها أن تتحفظ وأن تدخل المسجد على أنه إذا أقيمت الصلاة تجلس في مؤخرة المسجد حتى لا تكون قريبة من موضع الصلاة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. جزاكم الله خيرا وإياك يا أختي الله يرضى عنك. اتفضلي. خصوصا بتاع الساعة 10 كمان ده جميل قوي يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بقول لك عايز أسأل سؤالين. نعم. الأول لما بيقيم الصلاة يعني السجدة ساعة السجدة من لازم نقول لها الله أكبر. سجدة التلاوة؟ في التلاوة أنا بنقرأ قرآن وجت سجدة.
حاضر. اسجد على طول ولازم اقول الله اكبر. حضرتك بيبقى حال كونك في الصلاه ولا تلاوه خارج الصلاه؟ لا في التلاوه، في التلاوه، في التلاوه. وانا قاعد بقرا القران كده وجت اي سجده. طيب حاضر. ارفع ايديا واقول الله اكبر زي ما اكون باخيد الصلاه، ولا عادي انزل على اصلي على اوضي على طول اسجد على طول؟ حاضر يا حاجه. وبص انا كان في يعني مشكله عندي كده، مسلفه اخويا فلوس كتير ومش عارفه يتدهم لي، فلو انا دعزتهم للي هو مثلا امان يعني، هو انا الامين عليه يعني، انا زي ما اكون ضامنه، فاو انا فضلت يعني. مش فاهم يا ام احمد، حضرتك اقرضتي اخاك مبلغا وهو لا يستطيع السداد، الجزئيه الاخيره مش فاهم، الاخيره مش فاهمها. اخذ فلوس من ناس قرايبي، اخذ فلوس من قرايبي وانا الضمن ومتاخر عن الميعاد، لو انا دفعت وما اقولش لاخويا ولا اقول اللي انا قلته ان انا اللي دفع، حرام ولا حلال؟ هي الضامنه يعني، يعني مش عايز حد يعرف ان انا اللي دقلان عنه حفاظا على ماء وجه اخيك يعني. يعني انا خفيت بدل اخوه، بدل انا فاهم ومش عايزه تحرجيه قدام الناس او تقولي ان هو ما دفعش وانا اللي بدفع عنه، عشان انا الضامنه. عشان الله يفتح عليك. حاضر يا ام احمد. فانا عايزه ولو سكتت على كده يعني ما اتكلمتش اللي هو ده، هم فاكرين هم الاثنين عليهم الاثنين ممكن لبعض وخلاص. طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يرضى عنا وعنك. والكلام في الحمام. نعم؟ لو حصل ظروف ولا ضرر في الحمام وحد كلمني ورديت عليه وانا في الحمام. الكلام في الحمام. مكروه. مكروه. حاضر. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ختان المرأة؟ واختنا المتصلة تقول عمرها اقترب من 20 عاما، فهل لها أن تفعل هذا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة. أيضا أقول لابنتنا السائلة هذه المسألة أيضا هي ختان الإناث، فيها خلاف بين أهل العلم، ليس في المشروعية، وإنما هل المشروعية تعني الوجوب أم أنها تعني الاستحباب؟ لكن الكل متفق على مشروعية ختان الإناث، لأنه قد وردت في ذلك أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها 10 من الفطرة، وذكر منها الختان عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق بين الذكر والأنثى عندما ذكر الختان صلى الله عليه وسلم. ومنها الحديث الذي ورد عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان، واضح أنه يتكلم عن ختان الرجل وعن ختان الأنثى أيضا عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك بدأ المذاهب أو العلماء يختلف، هل الختان على الأنثى واجب كما أنه واجب على الذكر؟ ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، والجمهور على أنه مستحب في الأنثى، لكن كثيرا من أهل العلم يقولون ليس من باب الضرورة أن تكون كل بنت يصلح لها الختان، إنما الرأي في النهاية طبيب. للطبيبة المختصة، فقد تكون البنت تحتاج وقد لا تكون تحتاج، وليس هناك فارق مسألة السن، لأنه المسألة أصبحت الآن تجرى على يد طبيبة، وأصبح يعني جراحة بسيطة جدا وفيها التعقيم وفيها وفيها وفيها، وبالتالي المشروع العام أيوة ختان الإناث مشروع، وهو من هذا الدين ومن شعائر هذا الدين، لكن الحكم هو الذي اختلف فيه العلماء، واجب أيوة عند الشافعية واجب، يأثم الناس بتركه، مندوب أو مستحب عند جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والحنفية على حد سواء، وليس صحيحا بالمرة ما يذهب إليه بعض من يدندن في هذه المسألة من أن ختان الإناث من الناحية الشرعية ممنوع، حتى وإن سن له 1000 قانون يمنعه، في قوانين والله أعلم. تجريم صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي، أنا مش فاكر. نعم، نسأل الله العافية. أختنا يعني تذهب إلى طبيبة والطبيبة هي التي تقول لها؟ نعم هي التي تقرر. تمام، هل تحتاج أو لا تحتاج. تمام. الأستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا محمود، عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يسعدك. عايز اسأل يا عم الشيخ سؤالين. نعم يا حبيبي. اذا جاء الحيض لامي وهي تصلي ركعتين السنة لصلاة الضحى الساعة 11 صباحا، فهل علي ذنب وعلي قضاء هذه الصلاة بعد ان تطهر؟
تطهر؟ اه. والسؤال الثاني، ما هي السنة المؤكدة في الصلاة؟ مع العلم أن أبي يصلي قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر أربعة، وبعد الظهر أربعة، وقبل العصر أربعة، وبعد المغرب اثنين، وبعد العشاء اثنين. خلاص هو كده، هو كده ده كده جمع المؤكد وغير المؤكد يا محمود. طيب يا حبيبي حاضر، ربنا يبارك الله في أبويك يا محمود وبارك فيك. ربنا يحفظك يا عم الشيخ ويبارك لنا في القناة. الله يبارك في عمرك يا حبيبي، الله يرضى عنا وعنك. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل معنا يا أستاذ عدنان؟ السلام عليكم. طيب عبد الاتصال يا أختنا. نعم أخونا محمد، طبعا السؤال في الأول، أنا يعني بيت وأربعة أدوار، رحمة الله على من مات وجميع موتانا موتى المسلمين، فالسؤال كان يحتاج إلى كتابة، لكنه سأل في النهاية هل يجوز للأم أو للإنسان أن يكتب يعني أو يوزع ميراثه في حياته؟ شيخ كريم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. نقول الأخ السائل بارك الله فيه، إذا أراد المورث اللي هو الوالد أو الوالدة أن يحسم مادة الخلاف بين أبنائه، يعني إن خشي عن أن يختلف أبناؤه من بعده على الميراث، فحينئذ له أن يكتب مشارطة قسمة الميراث، كل على حسب نصيبه الشرعي، عنده خليط من الذكور والإناث، يبقى القاعدة المعروفة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكتب قسمة ونصيب كل واحد حسب تقسيم الشرع الحنيف، ويكتب في ذلك مشارطة ووثيقة، والكل يوقع ويوثق حتى في الشرع العقاري والمحكمة. أيوة هذا جائز. ليه جائز؟ لدرء مفسدة الخلاف عن أبنائه وبناته من بعده، لكن الأصل أن يترك المورث ماله، فإن الله تولى قسمة المال بعد موت المورث، لأنه من شروط الإرث موت المورث، لكن لو فعل هذا على رأس حياته حتى لا يختلف الأبناء من بعده فإن هذا شيء مباح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المهم أن يعدل في القسمة يعني. طبعا. نعم. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا أخي كريم. نعم. ازي حضرتك يا سيدي؟ الحمد لله. أكلم شيخ شباب إن شاء الله؟ أيوة نعم تفضل. بس معلش يا شيخنا، انا مثلا في تاجر عندنا مثلا بيدي كروت شحن فيها مثلا 10 جنيه، الباكيت ده مثلا ب 100 جنيه. نفترض انا خدتها ب 100 جنيه، بعد سنه بدفعها 140. اهو كروت شحن باكيت مثلا فيها 100 كارت، بعد سنه ادفعها له 140 جنيه. هل دي فيها ربا ولا؟ انت هتاخدهم منه بالاقساط يعني بالتقسيط؟ مثلا باخد ب 10,000 ب 20,000 نفترض، بس بيحسب لي الباكيت اصلا هي نفترض حاليا ب 100 جنيه. بعد طيب سنه وبيبيع لك سلعه بالتقسيط. نعم. طيب حاضر، جزاكم الله خيرا. واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ام عبد الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت عايز اسال الشيخ سؤال. ايوه نعم اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، احنا شارين اضحيه للعيد جدي يعني، وبعدين هو ما كملش سنه يعني بقى له 11 شهر، هل يجوز ان احنا نذبحه ولا ما ينفعش؟ هو لحم وفير ولا يعني هزلان كده؟ لا يا شيخ، هو ما شاء الله عليه يعني كويس حلو الحمد لله. طب شيخنا يجيبك. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، طبعا انا بعتذر للاخ الطيب اللي اتصل بنا عصرا والان، يعني انا ما انتبهت لمساله ان المسجد ما كانش فيه دوره مياه. نعم، هو دخل صلاه العصر ولم يجد في المسجد مكان دوره مياه فصلى، ولكن ما كانش يعني بالقدر اللي يعني يدافع الأخبثين شيخ كريم. نعم، فما حكم الصلاة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا يكره للإنسان أن يدخل الصلاة وهو ينازعه الأخبثان، يعني الاحتقان بالبول أو البراز أعزكم الله. هذه الكراهة حال ما يمكنه أن يزيل هذا الاحتقان، بمعنى في ميضة وفي مرحاض وفي دورة مياه، ومع ذلك هو ترك نفسه ودخل الصلاة وهو محتقن ببول أو محتقن ببرز. الصلاة حينئذ مكروهة، يعني صحيحة لكن مع الكراهة، مش الصلاة باطلة، إنما
في حالة أخينا ليس هناك مرحاض وليست هناك دورة مياه، فأعتقد أنه فعل ذلك مضطرا، فصلاتك صحيحة ومن غير كراهة أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. الأم أحمد سجدت التلاوة، يعني لو هي تقرأ في القرآن الكريم في كتاب الله سبحانه وتعالى ومرت على آية فيها سجدة التلاوة، هل ترفع يعني يدها شيخ الكريم وتكبر؟ نعم، أم ماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا معلوم أن يعني قراءة القرآن من أفضل القربات، وسماع القرآن أيضا من غيرنا من القارئ من أيضا من أفضل القربات، وعليه ثواب عظيم جدا، فإن من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف عليه الصلاة والسلام. ومن المستحب للقارئ أو المستمع أنه إذا مر بآية نعيم وجنة أن يسأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر أثناء قراءته أو سماعه للقرآن بآية فيها عذاب أو ذكر للنار أو جهنم أن يستعيذ بالله تعالى من النار، وإذا مر بآية سجدة أن يسجد لله تبارك وتعالى. والسجدة هنا شيء مستحب، لا هي فريضة ولا هي واجبة، إنما شيء مستحب. والمستحب في تكبيرة في سجدة التلاوة أن يحرم بها. يعني يحرم بها؟ يعني لا يدخل على الله عز وجل كده مباشرة بأن يقع ساجدا أو يخر ساجدا، إنما يكبر، لأن هذه التكبيرة الأولى إحرام الدخول على الله عز وجل بهذه السجدة، فلو فعل هذا لكان هذا الأكمل والأفضل والأحب. أما لو أنه خر ساجدا من غير تكبير فإن الله تبارك وتعالى ذكر هذا في حق داود عليه السلام، قال فخر ساجدا وأناب دون أن يذكر راكعا. نعم، فخر راكعا راكعا وأناب دون أن يذكر ركوعنا بمعنى السجود. نعم، دون أن يذكر تكبيرا ربنا تبارك وتعالى على لسان داود عليه السلام. وبالتالي الأكمل والأفضل أن نكبر لندخل إلى سجدة التلاوة، وإن فعلنا السجدة فقط من غير تكبير جازت وصحت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاه الله خيرا. أخوها اقترض من بعض الناس وهي الضامنة، فهل تسدد عن أخيها دون أن تخبر أخاها أو تخبر الناس؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أم منا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ازيك أستاذ أحمد؟ لا، مين معايا؟ السلام عليكم. معك محمد علي شرف الدين. طب حاضر، انا اعتذر طبعا، الاسم بيجي لي وبقول الاسم اللي بيجي لي. ازيك يا استاذ محمد؟ السلام عليكم. يا مرحبا. يا رب يحفظك. اولا برحب شيخنا الشيخ شعبان، جزاكم الله كل خير. وليا سؤال لو سمحت. اتفضل. لقيت يعني ربنا كان فتح علي بالذكر ان شاء الله باذن الله، كنت اذكر الله يعني عدد كبير والحمد لله رب العالمين ان شاء الله. ماشي يا استاذ احمد. يا رب يزيدك. اللهم امين يا رب العالمين. وبعدين لو كنت فبسأل يعني ربنا كرمني بالجواز ان شاء الله ولم يكرمني بالانجاب بعد، يعني يا ربي يرزقك يا رب. بسأل هل يكون ذكري كله بالاستغفار دون باقي الاذكار، ام اقسم الاذكار على الصلاة على النبي والتسبيح والتحميد والاستغفار وباقي الاذكار؟ ماشي، واضح السؤال يا استاذ احمد؟ ايوه نعم، ربنا يكرمك. أيوة. يا رب ويرزقنا وياك. حاضر، اللهم امين. يا ربنا يحفظك، مع السلامه يا استاذ محمد. وعليك الصلاه والسلام. معنا اتصال تاني يا استاذ عدنان. السلام عليكم. ام منى. طيب حاضر، يبقى كان في تقديم وتاخير. ام منى، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا مرحبا يا ام منى، اتفضلي. كريم الشيخ. ايوه نعم. لو سمحت، انا من فتره كده حلمت حلم بس مش عارفه ايه معناه، يعني فهمت اني يعني كنت زمان ايام الحروب لما كان الرسول بيحارب عليه الصلاه والسلام، فحلمت ان انا كنت قاعده معاهم تحت نخله مع الصحابة أصحابه، بس أنا ما شفتش وشه. يعني أنت قيل لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود ولا إيه؟ لا، أنا كنت معاه في الحلم قاعدين تحت شجرة. وعرفت منين إن ده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حد أخبرك؟ في الحلم كان هو الرسول بس أنا ما شفتش وشه. عليه الصلاة والسلام. وقع في نفسها يعني. معرفش، وانا كنت قاعده معاه وبتكلمه بس ما شفتش وشه. صلى الله عليه وسلم. والسلام. حاضر حاضر يا ام منى، في امان الله. انا مش عارفه اقول معنى الحلم ده، انه يعني ربنا زعلان مني، مش عارفه الصراحه. يجوز ربنا زعلانني شيخنا؟ لا لا طبعا، اكتبها
الشيخ يفسر لي الحلم ده. طيب حاضر يا ام منى، ربنا يحفظك. بس يعني يعني شيخنا هيقول لك ان شاء الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل ام احمد ان وهي الضامنه ان ترد هذه المبالغ لهؤلاء الذين اقرضوا اخاها دون علم اخيها ودون ان تقول للناس ان هذا المال مني وليس من اخي؟ نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاه. اقول لاختنا ام احمد نعم ما تفعلين، والله بارك الله فيك انك تفعلين هذا بينك وبين الله تبارك وتعالى خلوصا من أمانة الضمان، لأن الضامن في الحقيقة الضمان الكامل الضامن غارم، فإذا سدد الطرف المدين فبها ونعمت، وإلا فالضامن هو المسؤول. فأنت تفعلين هذا عن رضا وقبول ويعني طيب نفس، لأنه المدين أخوك والدائنون أعتقد أنهم هيكونوا برضو أقارب وغيرهم، وبالتالي نعمة ما تفعلين. ابقي هذا الأمر بينك وبين الله تبارك وتعالى، فإن سدد أخوك يوما من الأيام فمن حقك أن تسترد هذه الأموال التي سددتها نيابة عنه، وإلا فإن كان عندك سعة وقدرة أن يعني في العفو والمسامحة لأخيك لكونه ظروفه ضيقة، فسيكون هذا فضل فوق الفضل وأجر فوق الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لو الكلام في الحمام في الخلاء لضرورة هل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم طبعا، الكلام في المرحاض الأصل مذهب إليه كثير من أهل العلم بأن الكلام في المرحاض من غير حاجة إليه يكره، حتى لو لم يكن فيه ذكر لله تبارك وتعالى، فإن كان فيه ذكر لله أو ذكر للقرآن أو للنبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، ففي هذه الحالة يكون الأمر أشد كراهة. لكن الكلام للحاجة بمعنى أن يرد على من ينادي عليه أو من يسأل على شيء معين وهو الذي يعرف مكانه، أيوة في المكان الفلاني، ففي هذه الحالة أو يقول له انتظرني أو أو مثلا انتظرني أو أي معنى يرد به على المتكلم، فإن هذه حاجة ومصلحة، والكلام حينئذ لا يكون مكروها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا جاء أخونا الابن محمود ما شاء الله عليه، إذا جاء الحيض لأمي وهي تصلي الضحى، هل يعني تقضي هذه الصلاة أم ماذا تفعل شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا من المعلوم من الدين بالضرورة أن المرأة أو الفتاة إذا فاجأتها الحيضة فإنها حينئذ تمنع منعا باتا من الصلاة ومن الصيام، وإن كانت متزوجة أيضا تمنع من العلاقة الزوجية المعروفة حتى تطهر وتتطهر، تطهر يعني ينقطع الدم، وتتطهر يعني تغتسل من حيضتها. أما أختنا المسؤول عنها فهي فورا تخرج من الصلاة، طبيعي لأنه الدم, وزر عليها. الدم ناقد مباشر ومانع للصلاة، فتخرج من الصلاة. وصلاة الضحى ليست فريضة وليست واجبة، إنما هي صلوات مسنونة ومندوبة فقط. فإذا أرادت بارك الله فيها من باب تحصيل الأجر أن تقضي هذه الصلاة بعد طهرها واغتسالها من حيضتها فلها ذلك، لأن العنوان العريض عند أهل العلم مشروعية قضاء النوافل، لكن هذه النوافل التي نقضيها ليست على سبيل أنها فريضة ولا أن القضاء واجب، إنما نقضيها على أساس أن هي شيء مستحب والقضاء مستحب، ونحن نبتغي من وراء ذلك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. إزيك يا عم الشيخ؟ أنا محمود اللي كنت لسه بسمع. ازيك يا محمود؟ ازيك يا ابو نجم؟ الحمد لله. عاوز اسال يا عم الشيخ كمان ثلاثه. في صلاه العيد بيكبروا 7 تكبيرات، فهل يصح ان يرفع اليدين في كل تكبيره مع العلم في كل تكبيره عشان بابا يعني يرفع، بابا بيرفع يديه في التكبيره الاولى فقط، وصلاه الجنازه ايضا في 4 تكبيرات سيرفع يديه ولا لا؟ والسؤال الثاني في اداء مناسك الامر والحج، الطواف حول الكعبة 7 أشواط وفيها الصفا والمروة برضو 7 أشواط، فهل هناك دعاء مستحب يدعو بها؟ حاضر. ويعني الشيخ عايز اسألك برضو سؤال، لماذا يرمون الحجاج الجمارات؟ لماذا ايه؟ لماذا يرمون الحجاج الجمارات؟ لماذا يرمي
حاضر. وعاوز يا عم الشيخ رقم الشيخ شعبان. حاضر، ما تقفلش يا محمود، وخد الرقم من الشباب في الكنترول. وانا كنت جمعت الارقام مع الاستاذ ايمن النبراوي المخرج، ربنا يحفظه ويحفظ كل يعني اخواننا في القناه وكل المخرجين يعني، واظن ان هو وضع الارقام في غرفه التحكم لمن اراد اي رقم من ارقام شيوخنا الذين يظهرون معنا في الفتاوى. ما تقفلش التليفون يا حبيبي، وخد الرقم من الشباب. ماشي، حاضر. نعم، هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم. ام معاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الشيخ احمد. ايوه نعم. بعد اذنك بس حاجه بسيطه كده. اتفضلي. جوزي كان من سنه 2008 كان مسافر في ليبيا، وبعد كده هو جه من ساعتها وما سافرش خالص ومش هينفع يسافر تاني، فهو افتكر دلوقتي ان هو عليه 10 دينار للبقال، فهو يعمل ايه؟ ها؟ طيب شيخنا يجاوبك. حاضر، ماشي، شكرا، جزاك الله خيرا. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، اخونا ايضا محمود كان سال ما السنه المؤكده في الصلاه، وذكر النوافل وذكر كله التي يصليها والده ربنا يحفظه. نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاه والسلام. طبعا السنن التي عقيب الصلوات او قبل الصلوات المرتبطه يعني بالصلوات المفروضه، منها ما يعرف بالسنن المؤكده ومنها ما يعرف بالسنن الغير مؤكده. السنن الغير مؤكده منها اربعا قبل العصر، وثنتين قبل المغرب، وثنتين بعد المغرب. أما السنن المؤكدة فهي ركعتين قبل الفجر، اللي هي ركعتين السنة المشهورة التي ورد فيهما الفضل الكبير، خير من الدنيا وما فيها، وأربعا قبل الظهر، وأربعا بعدها، وركعتين بعد العشاء. دول 12 ركعة من المؤكدات التي تعرف عند أهل العلم بالسنن الراتبة أو السنن المؤكدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا ومرحبا، اتفضل. الله يكرمك. والله بالنسبة للشيخ شعبان على الصلاة الفائتة. الفائتة، نعم. تصلى. نعم. تصلى. تصلى قبل ميعادها ولا بعد الميعاد؟ يعني صلاة الظهر أو صلاة العصر. أيوة، واضح الكلام، تمام. هل لها موعد؟ هل الصلاة الفائتة لها موعد محدد؟ يعني مثلا الصبح يعني لابد أن يكون في موعد الصبح، والظهر يكون في موعد الظهر، وهكذا، ولا في أي وقت؟ حاضر. لا، اللي هي صلاة العصر أو صلاة الظهر قبل ميعادها أو بعد الميعاد. طيب حاضر، واضح حمد. واضح، حاضر. الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ عمرو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ احمد، جزاكم الله خير. الحمد لله، ربنا يرضى عنك ويحفظك، اتفضل. وياك. الله يكرمك. نفسي اسال سؤال، بس كان عندنا واحد متوفى في ليبيا، كان معاه فلوس، بيحول فلوس لناس، بياخد فلوس وبيحولها الناس هنا في البلد، تمام؟ ايوه نعم. فدخل عليه جماعة بسطو أو قتلوه وأخذوا منه الفلوس، رحمة الله عليه. نعم، ذبحوه بمعنى صح، وأخذوا منه الفلوس. فهل الفلوس دي دين عليه؟ فهل هي دين عليه أم معلوش ما لها شيء؟ حاضر، الله يرحمه ويغفر له. حاضر، اللهم أمين. ورجاء صالح الدعاء، في أمان الله. نعم شيخي الكريم، اخونا محمد يسال عن تاجر وكروت الشحن، ويبدو ان هو بياخذ مثلا ال 100 كارت ب 100 جنيه بالتقسيط، هيدفع بعد عام ال 100 هيبقوا 100 او ال 1000 هيبقوا 1400 جنيه او هكذا يعني. لا، بزياده. هل في ذلك ربا او في شبهه او ما شابه ذلك؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني من باب التفصيل النسبي، هناك بعض اهل العلم يرون ان كروت الشحن دي قيمة نقدية، يعني الكارت ابو 10 جنيه هي 10 جنيه، وبالتالي لو قلنا لهم طيب ينفع ال 10 يردهم 11 ولا 12، يقولون لا، هذا ربا، لأنهم نظروا إلى
قيمة كارت الشحن على أنها قيمة نقدية، ولم ينظروا أنها سلعة. لكن الصواب أنه كارت الشحن ده سلعة، لأنه السلعة الكارت ده خدمة اللي هي تشغيل الهاتف لا يتم إلا بهذا الشحن. أصبح الشحن في هذه الحالة سلعة ضرورية لتشغيل الهاتف، فما دام سلعة ففي هذه الحالة ينطبق عليها المبدأ العام، هل يجوز أن نبيع السلعة بالتقسيط لأجل مع فارق السعر؟ نعم، هناك مذهب جمهور أهل العلم بجواز البيع بالتقسيط مع الفارق. يعني ممكن أبيع يا مولانا أبو مية ب120 ولا ب130 على شهور ولا على سنة، أيوة ممكن يجوز هذا، لأن الشحن سلعة. نعم. وليس نقدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. أخت أم عبد الله تقول اشترينا أضحية لم تبلغ العام يعني، ولكن تقول الحمد لله وفيرة اللحم، فما حكم هذا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معلوم عند العامة والخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في الأضحية شروطا، منها أن تبلغ السن، وقد ورد هذا في حديث عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة. وأهل العلم والخبرة والاختصاص بالمعرفة الأنعام وأعمارها وغيره قالوا أن المسنة من الماعز ما بلغ سنة فصاعدا، ماعز اللي هو الجدي اللي ذكرته، ومن الضأن اللي الغنم الخروف أو غيره ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، ومن البقر ما بلغ 2 سنتين فصاعدا، ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا. إن تيسر للإنسان هذا فبها ونعمت، وإذا لم يتيسر له وكانت الذبيحة وفيرة اللحم يعني وفية كما يقولون، مليان كما يقولون، فإنه يجوز حينئذ التضحية بها، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو في الصحيح أنه سئل عليه الصلاة والسلام أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والذبيحة لا تكون أغلى ثمنا إلا إذا كانت مليانة وفيرة اللحم فبتوزن، وبالتالي ما دام وفيرة اللحم حتى وإن بلغت السن أو لم تبلغ السن إلا قليلة فإنه يجوز لها أن يجوز لنا أن نضحي بها. لأنه السؤال العكسي عشان نستوعب المسألة، ماذا لو كانت الذبيحة، نسألك أستاذ أحمد الآن نيابة عن الجمهور، ماذا لو كانت الذبيحة وفية السن هزيلة البدن، هل يجوز التضحية بها؟ أظن لا. لا طبعا، لأنه ورد النهي عن الكبيرة اللي هي هزيلة وعضمانة كما يقولون، فليس القصد من بلوغ السن السن في ذاته، إنما القصد أن بلوغ السن يعني وفرة اللحم، لأن ابني اللي عنده 5 سنين جسمه وبدنه مش زي ابني اللي عنده 15 سنة، اللي عنده 15 سنة جسمه أكبر بكتير من اللي عنده 5 سنوات. بس الذي ينظر إلى النص وكده هيتمسك ب... ما هو اللي يتمسك بحرفية النص دون النظر إلى النصوص الأخرى، ما هي دي مسألة. يعني أنا قبل أن أتمسك بالنص أنظر هل النص ده له معارض ولا هذا النص صحيح لا معارض له. هنا في المقام ده النص صحيح اللي هو لا تذبحوا إلا مسنة، لكن له معارض أيضا في حديث أبي ذر اللي هي أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يجعل هذا الحديث الأول لا تذبحوا إلا مسنة عند الإمكان، أما عند عدم التمكن بل كانت الذبيحة وفيرة اللحم فإنها تفي إن شاء الله عز وجل في الأضحية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم منة لا أخونا محمد آسف لأني حصل تقديم وتأخير في الاتصال، أخونا ربنا فتح عليه بالذكر ما شاء الله، ويعني ربنا يزيدك ويحفظك ويرزقك الذرية الصالحة، ولم يرزق بالذرية بعد، وهو يلزم، هل يلزم الاستغفار والدعاء أم يعني مطلق الأذكار شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يثبت هذا الأخ الكريم بارك الله فيه على ذكر الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده واستغفاره، لأن باب الذكر من أعظم القربات، قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذكر الله ترغيبا في أحاديث وفيرة العدد عليه الصلاة والسلام، أخذ منها حديث الأعرابي الذي جاء إلى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، قال
يكون اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأخونا بارك الله فيه يقول هو لم يرزق بالذرية، رزق بالنكاح ولكن لم يرزق بالذرية. نسأل الله عز وجل أن يفتح عليك بذرية طيبة تقر بها عينك وعين زوجتك إن شاء الله، كما فتح الله على زكريا عليه السلام وعلى غيره من العباد. لكن أنصحك بارك الله فيك بأمور، منها قدم ذكرك بين يدي استغفارك، فإن استغفارنا إذا كان بين يديه ذكر لله تبارك وتعالى كالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح، فإن هذا الاستغفار إن شاء الله عز وجل يكون أوفى أجرا. والاستغفار في حد ذاته يليق بمقامنا، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما سئل التسبيح أولى ولا الاستغفار أولى، قال ما معنى أنه في أمثالنا الاستغفار أولى من التسبيح، لكن نقول اجعل قدرا من الذكر والتسبيح أولا ثم أكثر بعد ذلك من الاستغفار، فإن الاستغفار موصوف لمن ضاق عليه رزقه، وموصوف كداء لمن تأخرت عليه الإنجاب، كما قال ربنا تبارك وتعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا تهمل أخي الكريم باب الدعاء، فإن زكريا عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى بالإنجاب فرزق به، فالذكر ثم أن تكثر من الاستغفار ثم الدعاء، ولا تنسى الحجامة أنت وزوجتك، فإنها نافعة مفيدة، وهي من أنفع الأدوية النبوية في هذا المقام. وهذه نصيحة مباشرة شخصية مني لأخي الحبيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعه بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل له أن يأخذ بالأسباب مع كل ما حضرتك تفضلتم وذكرتم، ويذهب إلى الطبيب أو الطبيبة أو الطبيب معذرة، والزوجة تذهب إلى الطبيبة وهكذا؟ نعم. أمت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. أهلا حضرتك. ممكن الشيخ لو سمحت يفصل لي حلم؟ تفضل. نعم. هو الحلم لوالدي، هو حلم إن هو قاعد في مكان كده زي ما يكون يعني الغيط عقلي يعني، وفي راجل غريب جايب غنم كتيرة خالص، وفي أولهم ثلاث غنمات يعني متعلمين بعلامات بيضة زي ما يكون مرسوم على وشهم هلال كده أبيض، وزي ما يكون يعني هو هيسقيهم من الغيط بتاعنا، أو هو مش متذكر قوي هيسقيهم من عندنا أو من الغيط اللي جنبنا. طيب، وعايزة الشيخ يدعي لي لو سمحت. حاضر، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ أحمد. ازي حضرتك يا شيخ، أخبار حضرتك إيه؟ في نعم والله، تفضل. لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز أسأل بس الشيخ كده، أنا الحمد لله ربنا كرمني وبنيت بيت. الحمد لله. وفي محل وكده، بس حضرتك يعني ما نقلت في المحل بعد ثلاث ايام وكده، حركت بنتي وقع عليها الميه بتغلي وكده فاتحرقت، فالحمد لله على كل شيء. ربنا يعافيها. الحمد لله على كل شيء، فحركت انا ان شاء الله كنت هنقل في البيت دون بعد العيد. فكنت وطي التلفزيون او ابعد عنه يا استاذ احمد بعد اذنك. الناس حضرتك بتنصحني ان انا اذبح ذبيحه في قلب البيت مع حضرتك، فالناس بتنصحني حضرتك ان انا اذبح ذبيحه في قلب البيت. طيب. في ناس تانية بتقول وزع فلوس وكده على اهل الله، وفي ناس بتقول لي حضرتك اجيب لحمه وكده ووزعها، فحضرتك اعمل ايه عشان ابعد العين او ابعد الشر عني وعن اهل بيتي وكده؟ حاضر، ربنا يوسع عليك ويكفيك شر الحاسدين وعين الحساد، امين يا رب العالمين. فامان الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام منى حلمت ان هي في حرب،
وقالت انه يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وانا معهم تحت نخلة ولم ارى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك تأويل لهذا المنام شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني اذا كانت اختنا السائلة بارك الله فيها حالها طيب مع الله تبارك وتعالى، يعني تحافظ على صلاتها وتحافظ على صيامها وتحافظ على طاعة زوجها وتحافظ أيضا على يعني أوراد والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرؤيا إن شاء الله فيها من التبشير ما فيها، لأنها رأت الصحابة رضي الله عنهم، ورؤية الصالحين في المنام أو في الرؤيا في النوم خير، وصحبة الصالحين سواء في اليقظة ولا في النوم من الخير، فما بالك إذا كان هؤلاء هم الصحابة وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هي سمعت صوتا ولم ترى وجه الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رؤية في رؤية النبي معدودة أنها رؤية ناقصة. هي قالت هو كده يا ربنا، يعني أنا هقول اللي هي قالته، ربنا زعلان مني. أنا طبعا الكلام لحضرتك، نعم، لكن بين قوسين، نعم هعقب. فهي رؤية من حيث رؤية النبي، هي معدودة أنها رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنها رؤية ناقصة. ليست هذه الرؤية كمن رأى النبي بالفعل، رآه بشكل عليه الصلاة والسلام، رآه بوجه الصبيح عليه صلوات الله وسلامه، فهي رؤيا ناقصة. وهذا النقصان يجعل على الأخت أن ننصحها وأن نذكرها بأن تكون أحرص على هدي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، أحرص على العبادات سواء كان من الفرائض أو من التطوعات، أحرص على أوراد الأذكار وقراءة القرآن، أحرص على كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، على رعاية بيتها، رعاية أهلها، أبنائها، طاعة زوجها، بر أبويها، كل هذا من الطاعات والقربات التي تحسن وضع الإنسان عند ربه تبارك وتعالى. أما كلمة بقى ربنا زعلان مني دي، فهذه الكلمة لا تقال في حق الله تبارك وتعالى، زعلان مني وانت زعلانة مني، هذه يقال للإنسان بيننا في تعاملاتنا، لكن لا يقال هذا اللفظ وهذا التعبير أو المعنى في حق الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان يسأل، أنا لا أدري هل الله عز وجل راض عني أم علي غضبان، وكما ورد اللفظ على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يا عائشة إني لأعرفك إن كنت علي راضية أو غضبانة. نعم. فهذا يقال في حق الله، لكن كلمة زعلان مني ديت وزعلانة مني، نعم، أو زعلان مني، هذا لا يقال في حق الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. 10 دقائق تقريبا شيخ كريم. أخونا أو الابن محمود يسأل عن صلاة العيد، طبعا في 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 بعد نعم، يعني في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام من السجود، هل ترفع اليدين مع كل تكبيرة أم في المرة الأولى شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. رفع اليدين من أهل العلم من يقول هو سنة في من السنن الفعلية في الصلاة، هناك سنن قولية في الصلاة، وهنا سنة فعلية من سنن الصلاة التي كان يحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما القول بأنه في كل التكبيرات ففيها خلاف بين أهل العلم، لأنه الكلام على تكبيرة الإحرام فيها رفع لليدين سواء في الصلاة المفروضة أو في الصلاة النافلة أو في الجنازة أو في صلاة العيد أو غيره من الصلوات، لكن الكلام على التكبيرات الأخرى هل ترفع اليدان في هذه التكبيرات؟ فعل هذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر من أحرص الصحابة على الهدي النبوي، ولا يفعل ابن عمر هذا من باب رأيه واجتهاده، ولذلك لو فعلها المأموم فإنها إن شاء الله عز وجل من الخير، وإن تركها فصلاته صحيحة، أما الإمام فالمسنون في حقه أن يرفع مع التكبيرات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العيد والجنازة. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. في أداء مناسك الحج، يعني ما هو الدعاء الذي يقال عند الطواف أو عند السعي؟ الحج أو العمرة طبعا. والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله سئل في مجموع الفتاوى أي الدعاء أفضل في الطواف أو في السعي، فقال أفضله ما يلهم به العبد في وقته، ما يلهم به العبد في حينه. وغيره زي الإمام ابن القيم يقول أفضله ما يحتاجه العبد، يعني العبد
ليست هناك أدعية مأثورة كثيرة في الطواف والسعي، وليس ما يعرف بين العامة الكتب اللي بتوزع الدعاء بتاع الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث والخامس والسادس والسابع. هذه الأدعية كلها الموجودة في بعض الكتيبات التي بين أيدي الحجاج والمعتمرين، هذه كلها حديث لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كل ما ورد هو مطلق الدعاء. ومطلق الدعاء لو الإنسان ألهم الدعاء بين يدي الله تبارك وتعالى في الطواف والسعي لكان هذا أفضل، أو استحضر من الدعاء ما يحتاجه، اللهم أصلح حالي، اللهم اهدني، اللهم أصلح أبنائي، أنصر الأمة، فكل ما يلهمه العبد من الدعاء هذا أحب الدعاء، مع الوضع في الاعتبار أن هناك دعاء مأثورا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود ورد بإسناد حسن لغيره، ألا وهو رب اغفر وارحم إنك أنت ربنا آتنا في معذرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهناك دعاء أيضا في السعي ما بين العلمين الأخضرين اللي هو ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا بإسناد فيه ضعف لكن يعمل به في فضائل الأعمال، ألا وهو الدعاء رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، وأعتقد ورد أيضا عن عبد الله ابن مسعود. وما سوى ذلك أطلق عنان قلبك للدعاء والذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن، فكل هذا مشروع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ابن محمود أيضا يسأل ويقول لماذا يرمي الحجاج أو الحجيج الجمرات؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ليس صحيحا ما يذهب إليه أو يعتقده بعض الحجاج والمعتمرين إنه مسألة رمي الجمار دي أنهم يرجمون إبليس، حتى أنك ترى بعضهم يرجمه بالأحذية ويرجمه بالنعال والشباشب أعزكم الله، ويرجمه بغيظ ويعني إكفرار وجه وكأنه فعلا إبليس بين يديه يرجمه، ليس هذا هو المشروع. إنما قال عليه الصلاة والسلام إنما الجمار إنما رمي الجمار من ذكر الله عز وجل، يعني هي شعيرة من شعائر الحج، سنة من سنن الحج إنه الإنسان يذكر الله عز وجل بهذا الأمر. أنا لا أقصد السنة يعني حكم الرمي سنة، الرمي واجب طبيعي، لكن أقصد من شعائر هذا الرمي أنه لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، ثم اقتداء بنبي الله إبراهيم عليه السلام، ثم اقتداء بالنبي محمد عليه صلوات الله وسلامه. ولعله كما قال ابن رجب عليه رحمة الله إن هذه الحصيات التي يرجم بها الناس هذا الساري أو هذا العمود أو هذا الحوض هي في المعنى التخيلي إنجاز التعبير رجم لهوى العبد، أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا معاذ يعني زوجها عاد من 2000 أو زوجها عاد من 2008 من ليبيا، وافتكر أنه أو تذكر أنه عليه 10 دنانير أو دينار للبقال، فماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة الله يبارك لك في هذا الزوج، آمين. نسأل الله عز وجل أن يعني يطعمنا ويطعمكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. 10 دينار، تعرف الدينار العملة الليبية عمرة يعني عملة الآن متدهورة في قيمتها السوقية كثيرا، لكنه يذكر إنه عليه 10 دنانير وغيره عنده 10 ملايين من الدولارات لا يسأل، وهو حق الله تبارك وتعالى عليه. الشاهد إذا لم يتمكن أخونا بارك الله فيه من أن يوكل أحدا أو ينيب أحدا، إن كان يعرف البقال بمكانه في مدينته فيوكل أحدا ليرد هذا المبلغ عنه، فإن فعل هذا وتمكن منه فبها ونعمة، أبرأ ذمته، وإلا فإنه ينظر في قيمة هذه الدنانير ثم يتصدق بها لوجه الله تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل أن يكتب لها له الأجر، وأن يكتب الأجر إن شاء الله لصاحبها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. معذرة شيخ كريم سريعا، صلاة الفائتة أخونا يسأل ويقول هل يعني مثلا العصر أو الظهر يصليها قبل موعدها أم بعد موعدها؟ يعني أنا مش فاهم السؤال، يعني هو الفائتة هل لها موعد؟ أنا ما بفهمي أنا يعني هل هو لابد أن يصلي الفرد مع الفرد قبل أو بعد،
أم أن في أي وقت يصلي الصلاة الفائتة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. أولا لا يشترط في الصلوات الفوائت اللي علي هقضيها قضاء، لا يشترط فيها الترتيب، يعني أصليها مع الصلاة الحاضرة مثلا عندي ظهر وإحنا الآن بنصلي عصر وافتكرت الظهر، أيوة أصلي العصر وبعدين أقضي الظهر اللي علي، لا يشترط الترتيب. إنما إن كان يقصد الفوائت القديمة فإن الفوائت القديمة يجتهد الإنسان في قضائها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء صلىها قبل فريضة اليوم أو بعد فريضة اليوم. يعني إيه؟ هصلي الظهر ممكن أصلي الفريضة القديمة حاجة من اللي علي قبل الفرض الجديد بتاع النهاردة والجماعة تقام قبل الجماعة وأصليه، أو ممكن طب ممكن أصلي الظهر بتاع النهاردة وأصلي حاجة من اللي علي القديمة ظهر قديم اللي علي، أيوة ممكن، لا يشترط أن يكون قبل أو بعد. متى صلاها فإنها أجزأت وأبرأت ذمته وسقطت عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي قتل غدرا وسلب المال الذي معه، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، فهل هو يعني عليه هذا الدين لأصحاب الأموال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتولاه بوسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ونسأله تعالى أن يقتص من هؤلاء القتلة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال، إن كان الأخ المتوفى عليه رحمة الله لم يورد نفسه مورد التهلكة، وبالتالي احتاط ما يستطيع من الاحتياط وحذر ما يستطيع من الحذر، ومع ذلك تمكن هؤلاء القتلة منه وأوقعوا به ما وقع، فليس عليه شيء. إنما لو هو الذي فرط وأورد نفسه مورد التهلكة، بمعنى معروف إن اللي معاه فلوس ما يمشيش بالليل في طريق مقطوع، معروف إن اللي معاه فلوس في ظل ما نعيشه من يعني الفتن وغيره إنه ما يمشيش لوحده بالليل أو في طريق مقطوع ولا حتة موحشة، واخد بال حضرتك؟ معلوم ان اللي معاه مبلغ كبير ما يمشيش برضو كده كده، يعني لازم يكون المبالغ كده مقسطة، ما يمشيش بمئة ألف كده وبعدين الدنيا فيها اضطراب او يركب مواصلة مش عارف ايه او غيره. فاذا كان الاخ بارك الله رحمه الله تعالى لم يقصر في اخذ الحذر والاحتياط، فان شاء الله عز وجل ليس عليه شيء لاصحاب هذه الديون، وهم يسألوا العوض من الله تبارك وتعالى، وهو ليس ضامنا ولا غارما. أما لو كان بالفعل هو من قصر وأورد نفسه مورد التهلكة، ففي هذه الحالة هي دين عليه، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنه وأن يعوض أهله فيه خيرا، وأن يعوض أصحاب الديون إذا يعني لم يتمكنوا من استنقاذها خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. في المنام أنا أبي رأى في المنام أنه جالس في الحقل رجل غريب مع غنم، ثلاث غنمات فيهم علامة في الوجه، علامة فيها بياض يعني، ولا تعلم هل هو يعني أعطاهم من حقلهم أم من حقل غيرهم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لأختنا السائلة أن توصي والدها، نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا، أن تمتد يده بالصدقة، يعني يباشر الصدقة وإن قلت، فإن الصدقة من أفضل القربات والطاعات. فمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هي تطلب منكم الدعاء شيخ كريم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها، وأن يقر أعيننا وأعينها بالذرية الطيبة والرزق الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال أخير، أستاذ أحمد، ربنا أكرمني ببناء بيت، ربنا يوسع عليك يا أستاذ أحمد، عنده محل لابنته وقع عليها ماء مغلي، ربنا يعافيها ويشفيها وجميع مرضانا، كان هينقل بعد العيد، ناس قالت له اذبح، ناس قالت له قبل دخول البيت اذبح أو توزع مالا أو لحما، فماذا يفعل شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يشفي ابنته شفاء لا يغادر سقما. أما القول أذبح فأقول هناك اعتقاد لدى كثير من العامة أنه الذبيحة لما يبني بيت، والذبيحة لما يستلم شقة، والذبيحة لما يشتري سيارة، ويتصورون هذا الاعتقاد الخاطئ أن هذه الذبيحة ترضية لهؤلاء الجنة الذين يسكنون البيت أو درءا له من العين والحسد. هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، لم يرد به قرآن ولم ترد به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أمال أعمل أذبح
ولا ما اذبحش؟ ان كنت هتذبح انما الاعمال بالنيات، بالنيه بتاعت العامه دي بتاعت الناس، لا تفعل، لان هذا مبني على اعتقاد خاطئ. انما لو انك ستذبح شكرا لله ان انعم عليك ببيت، او شكرا لله تبارك وتعالى انعم عليك بسياره، ولا انعم عليك بشقه، ولا بعروسه، فان فعلت هذا شكرانا لله تبارك وتعالى فبها ونعمت. واذ اذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وإن فعلت ذلك يعني ذبحت أو تصدقت بمال أو تصدقت بلحم، فإن الصدقة تضرأ عنا بالفعل المخاطر وتضرأ عنا الأمراض، كما قال عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بالصدقة. فهذه نية طيبة أيضا. إنما اوعى تذبح على النية الأولى التي يعتقدها الناس عشان الجن وسكان البيت وعمار البيت وغيره، فإن هذا اعتقاد باطل وفاسد. والشافي المعافي الكافي هو الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فضيل الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك وغفر الله لنا، صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أذكركم الحياة مشاركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. يعني من أراد أن يستفسر عن الحياة مشاركة وحملة الحياة مشاركة يتصل على الأرقام التي على تحت أسفل الشريط السفلي، يعني 0135 39 33 أو 011 57 57 62 25 58 أو 012 10 92 74 32. الأرقام يعني على الشريط. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الأحوال، وأن يرزقنا ولكم الإخلاص في القول وفي العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.